وان شاء الله كل اللي بنتكلم فيه يكون حاجه ايجابيه، ونشوف انه باذن الله ننجح في هذا الاختبار وفي هذا التحدي زي ما نجحنا في تحديات كبيره ليها علاقه ب يعني التعايش مع هذا الفيروس. لكن كنت من شويه بتكلم على ادارات بقى المدارس والمديرات التربيه والتعليم في كل محافظه، وازاي انها تستعد وازاي انها ما تبقاش شده في الاول وبعد كده يبقى فيه اهمال وما الى اخره. في صوره حلوه قوي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بقى لها كام ساعه كده، عن بتوضح مديره مدرسه استاذه منى يوسف، هي مديره مدرسه السلام الابتدائيه بارمنت محافظه الاقصر. هي دي مديره المدرسه على فكره يا جماعه، استاذه منى. استاذه منى اللي ضربت المثل والنموذج الحقيقه، انه لا يعني انا مسؤوله عن هذا المكان. فتره يعني اوقات كل الاولاد يلا يا جماعه يلا يا اولاد انزلوا ونظفوا المدرسه والحوش والكلام ده كله، لكن لما تبقى مديره المدرسه نفسها بتضرب المثل ده والصور دي تم تنقلها، فيعني يبقى شيء طبعا ايجابي ويستحق التحيه. وانا بحيي استاذه منى، هي موجوده معانا على التليفون، برحب بحضرتك معانا يا استاذه منى. مساء الخير. وطيل التلفزيون بعد اذن حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذه منى. ممكن بقى كده ترجمه للصوره الجميله اللي احنا شايفينها، قولي لي يعني ايه اللي حصل وده تم ازاي، والصوره دي كمان اكيد تابعتي ردود الافعال عليها. طبعا ده واجب علينا يا دكتوره، ده واجب علينا كمديره مدرسه، لازم احنا اي انسان في مدرسه في اي مصلحه ينظف المكان اللي هو فيه. والاستاذ اللي مسك خرطوم المادي مدرسه اقتصاد منزل الحاجه فاطمه رضا، هي الحاجه تصلح بارك الله فيها جزيها كل شيء، في تبرعات، في ترتيب مراوح على حسابها، في كل حكايه معايا يعني في المدرسه. فهنا يعني اوجه الشكر والتقدير لكل اداره مدرسه السلام، لانهم طبعا اسره واحده، ما فيش فرق هنا بين مدير وبين عامل وبين مدرس بين اخصائي، لا كلنا يد واحده. لازم احنا طبعا يا ريت كل انسان ينظف المكان اللي هو، ما فيش فرق بين المدير والعامل، كلنا واحد. الشكر والتقدير برضه للأبلة سناء عبد الحميد، هي السبب في نشر هذا المنظر اللي هو بالجرحة الرسل، كل شكر وتقدير لها. طبعا احنا هنا بننظف المدرسه، ليه؟ لان طبعا كل اللي في المدرسه اولادي واحفادي، لازم احنا نبدا صوره مشرفه لمصر، صوره مشرفه لمصر. ازاي؟ احنا لازم ننظف كل اللي يعني اي انسان لازم ينظف كل المكان اللي هو قاعد فيه. طبعا الشكر والتقدير لمدير اداره ادمنت التعليميه الاستاذ احمد مكي على تواصله معايا. طبعا هو عمل اجتماع لينا واتكلم طبعا عن ثقه الوزاره والعام الجديد. طبعا تعتمد بشكل كبير على تقليل كثافه والتباعد المدني من لبس الكمامات والمطهرات والكحوليات. فطبعا هنا استعدادا للعام الدراسي الجديد جعله عاما موفقا، عاما سعيدا على الامه الاسلاميه والامه العربيه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يجعل منا الوباء والباء ان شاء الله. كل شكري وتقديري لكل اداره مدرسه السلام بارمنت الحيط على تفاهمهم معي في هذه المنظومه. اخص بالشكر والتقدير الاستاذ عبد الرحمن مكي، الابله فاطمه رضا، الاستاذ سراج الراوي، الاستاذ الفاضل محمود سيد، الابله الفاضله نوال سيد عباس. طبعا هنا في كل منظومه المدرسه اقدم كل شكري وتقديري. كل العاملين في المدرسه كنا اسره واحده، كنا بنساجد مع الله سبحانه وتعالى، لا نريد تظاهر او تباهي او رياء، لا ده تجاره. انت جميله قوي يا استاذه منى بجد والله العظيم، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على الكلام المحترم واللي بيدينا قيمه محترمه ويتم تعميمها ان شاء الله، انه زي ما كنا بنقول من شويه هي مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه مشتركه، كلنا عايزين ننجح المرحله اللي احنا فيها، واولادنا يبقوا في مدارسهم يبقوا في بيئه برضو امنه ونطمن عليهم ونحس انه ولي الامر الطالب التربيه والتعليم الصحه، كلنا مع بعض عايزين
ان الاختبار ده ان شاء الله يعدي على كل خير وكل نجاح. واللي احنا شفناه النهارده وشفناه في الصوره مع استاذه منى، يا رب ان شاء الله دايما نشوف كل مدارسنا، وما هو اللي بنعمله ده هيعود بالنفع علينا كمان، يعني البيئه اللي احنا فيها، المدرسه، المدرسين، العمال، كل الكلام ده يبقى كل ايد بايد زي ما بتقال كده علشان نبقى في بيئه نظيفه.